إذن مشاهدينا الكرام، لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار الاحتلال في حرب التجويع على قطاع غزة في ظل مباحثات لعقد صفحة لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي الفلسطيني السيد معين شديد. سيد معين، مرحبا بكم في اليوم 61 بعد 100، يعني اليوم 161 للعدوان على غزة. تقديرات إسرائيلية عن وجود 6000 مقاتل من حماس وسط وشمال قطاع غزة، يعني إذن فهذا الدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، ما الهدف الذي دفع الكيان الصهيوني، دفع الاحتلال إلى تدمير غزة بهذا النحو بشكل كامل وشامل وقتل المدنيين على هذا النحو، ما هي أهدافه إذن؟ بداية تحياتي أستاذ سمير لك وللمتابعين وللضيوف. يعني حقيقة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هي حرب إبادة وليس عدوان، حتى الكل مستهدف في هذا القطاع، الشجر والبشر والحجر. ربما ما يدعو حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال إلى استمرار هذه الحرب على قطاع غزة وسقوط أكثر من 31 ألف شهيد حتى اللحظة وأكثر من حوالي 80 ألف جريح جراء الغارات والقصف المدفعي والجوي والبحري على قطاع غزة، ربما أن ضياع صورة النصر التي يبحث عنها بنيامين نتنياهو تدفعه إلى استمرار هذا العدوان الواسع على قطاع غزة. نعود ونذكر بأنه عندما قرر بنيامين نتنياهو القيام بالحرب البرية وبدخول البري إلى قطاع غزة كان حدد 3 أهداف، هي أولا تحرير الأسرى، ثانيا تحطيم حركة حماس، ثالثا ضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي. حتى اللحظة إسرائيل لم تصل إلى تحقيق أي من الأهداف رغم ما يعلنه جيش الاحتلال عن تحطيم والقضاء على الخلايا الرئيسية لحركة حماس وقيادة الحركة، إلا أن المعارك التي يشهدها القطاع من شماله إلى جنوبه تؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تقود المعركة وتسيطر على مجريات الأمور رغم الدمار ورغم القتل الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة. فبالتالي هي ضياع أو فقدان صورة النصر التي يبحث عنها نتنياهو لم تصل حتى اللحظة ولم يحققها، لا الرهائن عادوا ولا تم القضاء على حركة حماس، فبالتالي هو يواصل هذه المعركة على أمل أن يشكل وأن يحقق نصر ما يعود به إلى الشارع الإسرائيلي الذي يخرج يوميا بعشرات الآلاف في قلب المدن الإسرائيلية الكبرى كتل أبيب وحتى في القدس المحتلة أمام مقر رئاسة الوزراء وأمام مقر منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فبالتالي نتنياهو هو في وضع صعب جدا، يدرك أنه إذا ما انتهت الحرب بهذه الصورة ستتم المساءلة فورا في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب، وبالتالي سيخضع للاستجوابات هو وجيشه وقيادة أركان جيش الاحتلال. ابقى معي أستاذ معين، عفوا منك أستاذ معين شديد، ابقى معي سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بضيفي عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني السيد محمود الصيفي. أستاذ محمود، بداية مرحبا بكم في اليوم 161، الاعتلال يواصل عدوانه وقتل المدنيين وباستخدام أيضا سياسة التجويع بالتوازي مع قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية، ولكن ما مدى تأثير سياسة القتل الجماعي للمدنيين وسياسة التجويع الجماعي بعد مرور 161 يوم، ما مدى تأثيرها على الحاضنة الشعبية للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني؟ يعني بداية مساء الخير للجميع، يعني الحاضنة الشعبية في قطاع غزة والضفة الغربية حقيقة يعني ما زالت هذه الحاضنة هي المعين الذي لا ينظر للفلسطينية، يعني رغم كل هذه الإبادة الجماعية التي تشتد يوما بعد يوم. يعني شاهدنا أخبار لكل في قطاع غزة
كيف كانت الجريمه امام كل العالم، اكثر من 100 شهيد واكثر من 200 جريح، وهؤلاء الناس كانوا ينتظرون حقيقه، ينتظرون مساعدات. تمام، نعتذر منك لطفا أستاذ محمود الصيفي، سوف نعود للاتصال بكم مرة أخرى بسبب عدم وضوح الصوت. أعود إليكم سيد معين شديد مرة أخرى، يعني هناك قرار مقترح لهدنة تضم يعني ثلاث مراحل، كل مرحلة 42 أو 42 يوما، يعني بعد التدمير الشامل وبعد قتل المدنيين على هذا النحو، ما مدى قبولية وما مدى مقبولية هذا القرار إن حصل؟ يعني حتى اللحظة كان هناك قبل قليل بيان من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لم يعجبه رد حماس للوسطاء تحديدا لمصر وقطر، فبالتالي هو غير معني اصلا بوصول الى حاله من وقف العدوان على قطاع غزه، لانه كما ذكرت هو يبحث عن صوره نصر، وربما قد يعتقد انه قد يجدها في الايام القادمه، وبالتالي هو يماطل. لكن رغم ذلك يعني سيتم هناك جلسه لمجلس الحرب في دوله الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات القادمه او يوم الاحد القادم للبحث في هذا الرد الذي قدمته حركه حماس للوسطاء. ووصفت المصادر الاسرائيليه قبل قليل بان رد حماس، وان حماس تطلع الى الشجره اكثر فاكثر، تصعد الى الشجره، فبالتالي كان لابد من دولة الاحتلال أن ترسل وفدها إلى قطر من أجل مواصلة عملية المحادثات هناك على أمل الوصول إلى حل وتهدئة للأسابيع القادمة. كان هناك مقترح ثلاث مراحل، كل مرحلة 42 يوم كما ذكرت، ولكن حتى اللحظة لا مؤشرات إيجابية لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في القبول بتهدئة وهدنة واتفاق لوقف إطلاق النار قائم على الشروط التي وضعتها حركة حماس على أساسها. وأول خطوة هي انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، بالإضافة إلى أيضا السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم وتدفق المساعدات الإنسانية على أهالي القطاع. طيب أستاذ معين، أيضا سوف أبقى معك لكي أسألك عن موضوع أن المقاومة اشترطت يعني انسحاب قوات الاحتلال في المرحلة الأولى من شارع الرشيد وكذلك شارع صلاح الدين لعودة يعني النازحين ومرور المساعدات. هل تعتقد أن نتنياهو سوف يوافق، حيث أنه يرفض أي فرصة من أي نوع كانت؟ هل تعتقد أنه سيوافق على ذلك؟ أعتقد أنه سيوافق على أي مقترح، يعني حتى لو وافقت حركة حماس على الإفراج عن كافة الأسرى لديها بدون مقابل لن يوافق. هو لديه في مخه في تخطيطه بالعامية، يعني هو مصر على استمرار هذا العدوان وصولا لتحقيق أهدافه بالقضاء كما يعتقد على حركة حماس وقوتها العسكريه. فبنيامين نتنياهو يعني يصر على ذلك امام ضغط الشارع الاسرائيلي، وامام ايضا انه يتمسك باقوى حكومه يمينيه متطرفه في دوله الاحتلال الاسرائيلي، بالتالي يحظى بقاعده برلمانيه تمكنه من الاستمرار في هذه الحرب استنادا لهذه القاعده البرلمانيه. هو يعتقد انه اذا ما انتهت الحرب في هذه الصوره كما قال هو شخصيا، فإن ذلك يعني هزيمة دولة الاحتلال وانتصار حركة حماس على هذه الدولة رغم مرور 161 يوم على الحرب والعدوان على قطاع غزة. فبالتالي هو يحظى بدعم اليمين المتطرف الذي يسعى لاستمرار هذه الحرب على الشعب الفلسطيني، نعم، وصولا لما يعتقد أنه قد يشكل انتصارا له في الأيام القادمة. طيب أستاذ معين، ابقى معي لو سمحت. أستاذ محمود الصيفي عاد إلينا مرة أخرى. أستاذ محمود، المقاومة عرضت مقابل الإفراج
عن كل أسيرة مجندة إسرائيلية، عن كل أسيرة حية عرضت بمقابل إفراج عنها 50 فلسطيني من أصحاب المؤبدات، 50 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبد. يعني إلى أي مدى ترى أن ذلك نوع من المرونة أصبحت المقاومة الفلسطينية تتحدث عنها في حين كانت ترفض رفضا قاطعا أي مساومات بشأن أي عسكري إسرائيلي؟ يعني هناك حقيقة ضغوطات على المقاومة الفلسطينية في أثناء المفاوضات الجارية، يعني حركة المقاومة والمقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية الآن تتعرض لكثير من الضغوطات، وبالتالي استجابت المقاومة الفلسطينية لهذه الصفقة لأكثر من مرحلة، وحتى المرحلة الأولى يعني هناك يعني ليونة حقيقة في الصفقة الأخيرة، بحيث يكون هناك 50 أسير مقابل كل مجندة حية، ومنهم أيضا 30 من الأحكام العالية ضمن 50. وبالتالي رغم ذلك، يعني رغم ذلك نتنياهو اليوم في مساء اليوم بيقول أن هذه ما زالت غير معقولة، هذه العروض التي قدمتها المقاومة الفلسطينية. وبالتالي يعني رغم ذلك لم تقطع حكومة الاحتلال المفاوضات، وبالعكس يعني غدا الأحد سترسل رئيس الموساد الصهيوني باتجاه قطر لمواصلة المفاوضات، وبالتالي يعني ما زالت المفاوضات مستمرة حول الردود التي أرسلتها المقاومة الفلسطينية، لأن الاحتلال هناك أهداف له حقيقة في إطالة أمد الحرب، في زيادة القتل اليومي للشعب الفلسطيني. يعني نتنياهو يعني هناك يعني اليوم الجمعة نشرتها آرتس يعني تقريرا لباحثين وقادة في الجيش الصهيوني، يعني يقول أن هناك نتنياهو له هدفين في تهديد الجيش الصهيوني لاستمرار الحرب واجتياح رفح. يعني الهدف هو الضغط على المقاومة الفلسطينية في تليين موقفها تجاه الأسرى الصهاين، ولذلك يعني المقاومة الفلسطينية بعثت بهذه الردود، وهذه الردود لن تقبل بأقل من ذلك، لأن الوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين واحد مقابل 50 يعني فلسطيني، قبل أي تبادل للجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، أستاذ محمود، المقاومة اشترطت على الاحتلال وقف كامل لإطلاق النار قبل التفكير بأي يعني نية لتبادل محتجزين أو تبادل أسرى عسكريين. هل ترى أن الاحتلال الإسرائيلي ممكن أن يلتزم أو ممكن أن يوافق على وقف إطلاق النار؟ يعني ما زالت هذه المفاوضات جارية حقيقة حول هذه النقطة بالذات، يعني الاحتلال يماطل في موضوع وقف العدوان أو وقف الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ولذلك الاحتلال يحاول أن يضغط على الوسطاء، يعني خاصة المصريين والقطريين، ومن خلال المدير CIA الأمريكي. يعني هناك ضغوطات على المقاومة، لكن المقاومة منذ بداية العدوان وهي تشترط في كل ردودها حول إطلاق سراح الأسرى الصهاينة، أولا هو وقف العدوان، وثانيا هو انسحاب الجيش الصهيوني من قطاع غزة، فتح المعابر، ومن ثم التوجه إلى البند الثاني وهو إطلاق سراح الأسرى الصهاينة مقابل أسرى فلسطينيين. يعني هناك كثير من الالتزامات يجب على الحكومة الصهيونية أن تنفذها قبل أن يصل إليها أي أسير صهيوني. وبالتالي يعني الحكومة الاحتلال ومعها الولايات المتحدة حقيقة هدفهم الأول هو استرجاع الأسرى الصهاينة، ومن ثم يعني هناك ليس مهما أن تبدأ بالاستمرار في قتل الفلسطينيين،
ولكن المقاومة الفلسطينية ما زالت تصر على أولا هو وقف العدوان، وهو هذه هي الحقيقة. وحتى يعني معظم دول العالم بما فيها الأمم المتحدة ومؤسسات دولية كثيرة تطالب بوقف الحرب. يعني محكمة العدل الدولية لماذا اشترطت يعني بقراراتها إيصال كل المساعدات إلى كل قطاع غزة؟ يعني كيف ستصل هذه المساعدات إلى المواطنين الفلسطينيين دون وقف العدوان؟ فلذلك وقف العدوان هو الشرط الأول والبند الأول في هذه المفاوضات. نعم، أبقى معي لو سمحت أستاذ محمود. أستاذ معين، بعود إليكم مرة أخرى، هذا الحديث يدفعنا طبعا لمناقشة خطة اليوم التالي للحرب على غزة، وهناك الكثير من المصادر والتسريبات والأنباء تتحدث عن خلاف ما بين مسؤولين أمريكيين وحكومة نتنياهو، ويعني يتعلق بهذا الأمر، يعني اليوم التالي للحرب. نريد فقط أستاذ معين أن نفهم من خلال وجهة نظركم عن ما معنى اليوم التالي للحرب، وما هي نقاط الخلاف ما بين واشنطن التي تدعم الاحتلال الصهيوني بكل ما لديها، ولكن التسريبات عبر وسائل الإعلام تتحدث عن خلافات ما بين مسؤولين أمريكيين وحكومة نتنياهو. لا نعرف ما طبيعة هذه الخلافات بشأن ماذا. يعني أستاذ سمير، أعتقد أن هذه الخلافات يعني للأسف هي خلافات شكلية، وهي تهدف إلى دعم قاعدة بايدن الانتخابية، خاصة في ظل حالة غضب تسود الأوساط الأمريكية وتحديدا الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية. فبالتالي الولايات المتحدة ليست ضد الحرب على غزة، هي مع استمرار الحرب على غزة، ولكن بطريقة ما تحاول أن تجد مخرجا لها من حالة الإحراج التي تعاني منها في على الساحة الأمريكية تحديدا، وفي الأوساط العالمية أيضا الكثير من دول العالم تطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على غزة. تحاول أن تجد مبرر أنه يجب حماية المدنيين وتوسيع قاعدة المساعدات. فبالتالي هذه اللهجة الجديدة في أوساط الإدارة الأمريكية أعتقد أنها شكلية، وأيضا نتنياهو يستغل حالة الانشغال على الساحة الأمريكية بالحرب من أجل مواصلة عدوانه على قطاع غزة. اليوم التالي للحرب ليس بهذه السهولة التي يمكن الحديث عنها. أيضا يعني حتى السلطة الوطنية الفلسطينية ترى خطورة في ذلك، وأيضا حركة حماس ترى خطورة في ذلك، وقالت أنه لن يتم أي إجراء على الأرض في اليوم التالي للحرب بدون موافقة حركة حماس نفسها والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. فأعتقد أن ذلك صعب جدا تحقيقه. محاولة إسرائيل الوصول إلى العشائر باءت بالفشل كل محاولاتها. بالأمس لاحظنا واستمعنا إلى ممثل العشائر الذي رفض أن يكون بمثابة إدارة مدنية وروابط كرة جديدة على غرار روابط الكرة التي أنشأتها إسرائيل في بداية ثمانينات القرن الماضي في الضفة الغربية. فبالتالي أيضا هناك يعني وجهات نظر عديدة بشأن هذه المسألة. قبل قليل وزير جيش الاحتلال أصدر يعني تصريحا قال فيه أنه من الصعوبة جدا بمكان القضاء على حركة حماس دون الوصول إلى اليوم التالي للحرب. ما هو اليوم التالي للحرب؟ من سيدير قطاع غزة؟ نتنياهو يعني أفشل كل المخططات التي تحاول الإدارة الأمريكية ودول عربية وأيضا دول أوروبا من أجل وقف هذا العدوان والخروج بصورة معينة في قطاع غزة، إلا أن ذلك حتى اللحظة يعني صعب جدا تحقيق اليوم التالي للحرب التي يحلم بها نتنياهو، سواء من خلال إيجاد قيادة بديلة في قطاع غزة وفصل القطاع عن الضفة الغربية جغرافيا وسياسيا. فصعب جدا التكهن بهذا اليوم. إسرائيل تحاول البقاء في قطاع غزة لفترة أطول من أجل
ما تعتقد أنه قد تصل إليه في إيجاد يعني جسم ما يدير هذا القطاع في ظل رفض فلسطيني كامل وحتى رفض عربي وإسلامي لأي حلول قد تضعها إسرائيل في قطاع غزة من أجل هذا اليوم وهو يوم الثاني للحرب، والذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب البرية القذرة على قطاع غزة؟ نعم أستاذ معين. أستاذ محمود، هل يمكن ربط تكليف محمود عباس لمحمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة بخطة نتنياهو وكذا يعني أمريكا لمصير القطاع في اليوم التالي للحرب على غزة؟ يعني موضوع الحكومة الفلسطينية هو استحقاق حقيقة داخلي، يعني استحقاق فلسطيني، يعني الحكومة السابقة أمضت أكثر من 5 سنوات وهذا استحقاق بعيداً عن ما يخطط له الاحتلال في قطاع غزة. ويعني الحكومة الفلسطينية المقبلة وهي حكومة خبراء وكفاءات من أجل يعني تطوير الأداء السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية في قطاع غزة، وهذا يختلف حقيقة وليس له علاقة بما يخطط له نتنياهو وحكومته المتطرفة. يعني حكومة نتنياهو وحتى أفراد هذه الحكومة المتطرفة يرفضون أصلا أن يكون للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو المقاومة الفلسطينية، وهذا كله هو يعني جانب واحد وهو الجانب الفلسطيني، يرفض حقيقة فيما يسمى اليوم التالي الذي دائما هذا المصطلح يقول عنه الإعلام الصهيوني وحتى مجالس الحكومة الصهيونية سواء مجلس الحرب أو المجلس المصغر أو حتى المجلس الوزاري الموسع دائما يتجنبون حقيقة الخوض في هذا المصطلح وهو اليوم التالي، رغم أن صحيفة معاريف الصهيونية نشرت ما يصبو إليه وما يخطط له الاحتلال في اليوم التالي في قطاع غزة. والنقطة الأولى في هذه الخطة هو عودة قطاع غزة إلى الحكم العسكري الصهيوني يعني بكامله، يعني ونقطة والمرحلة الثانية يعني استقطاب الدول الإقليم لمساعدة الكيان الصهيوني في إنشاء سلطة بديلة عن السلطة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بحيث يصبح قطاع غزة منفصلا عن الأراضي الفلسطينية ويديره الاحتلال كما يسمي نفسه هناك كإدارة مدنية وهي تابعة أصلا من أو دائرة من دوائر الجيش الصهيوني. فلذلك الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة يعني يلاقي حقيقة هناك دعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعني إطالة الأمد الحرب والحرب الإبادة على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة هو هدفه الوصول إلى اليوم التالي الذي لا يستطيع يعني لم يستطع الجيش الصهيوني أن يحقق كل أهدافه، فقط هو يقتل المدنيين يعني يرتكب المجازر اليومية، ولكن على الصعيد الأمني والعسكري وحتى السياسي لم يستطع أن يحقق شيء على الأرض، وبالتالي يعني يطلب يعني ينسق مع الإقليم سواء الدول التي تطبع مع الاحتلال أو دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوصول إلى ما يصبو إليه الاحتلال بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية من خلال يعني حكم يعود يعني مرجعيته هو الاحتلال وبعيدا عن الشعب الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي يعني قطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية التي يتحدث عنها الأمريكان والاتحاد الأوروبي. نريد حل الدولتين، أين حل الدولتين وأنتم تخططون لما يسمى يوم التالي بحكم صهيوني عسكري لقطاع غزة؟ نعم أستاذ محمود. أستاذ معين، يعني الحديث عن هدنة أو حل نهائي للأزمة مرتبط بالحديث عن مستقبل قطاع غزة، يعني
هل من المعقول بعد كل هذه التضحيات التي قدمتها المقاومة الفلسطينية ممكن أن تقصى ضمن شروط وقف إطلاق النار أو شروط ربما إسرائيلية لوقف قتل المدنيين في غزة أو لخطط ما بعد أو اليوم التالي للحرب؟ يعني الحديث عن اليوم التالي للحرب في ظل استمرار هذا العدوان وفي ظل أيضا استمرار المقاومة الشديدة في قطاع غزة، يعني يوميا نسمع عن عمليات واشتباكات عنيفة جدا مع المقاومة توقع الكثير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي يعني على الأرض لن يتغير أي شيء، مقاومة الاحتلال مستمرة، حتى أن القناة الثالثة أو الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن جالانت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حكم إسرائيل العسكري لغزة سيكلفها حياة جنودها وستستنزف للموارد العسكرية الإسرائيلية، فبالتالي هذا يعني يضع الكثير من الصعوبات أمام تشكيل أي جسم ما في قطاع غزة يدير هذا القطاع، حتى لو تم القضاء على حركة حماس وعلى المقاومة عسكريا، المقاومة الفلسطينية موجودة في نفس كل البشر في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني، فحتى القضاء على حركة حماس، حماس هي ايديولوجيا وفكرة لا يمكن القضاء عليها، يعني ماذا لو تمت إجراء انتخابات مثلا في قطاع غزة وفازت حركة حماس في هذه الانتخابات، كيف ستكون الصورة؟ هم يطالبون بإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، إذا ما فازت حماس بهذه الانتخابات كيف سيتصرفون؟ كيف سيتم التعامل مع الواقع الجديد في قطاع غزة؟ فبالتالي كل الجهود التي تبذلها دولة الاحتلال بالتنسيق مع دول عديدة وبدعم من الإدارة الأمريكية لليوم التالي للحرب ولإنهاء حكم حماس في القطاع أعتقد أنها ستبوء بالفشل. إصرار فلسطيني على أهمية التكامل الجغرافي والسياسي ما بين الضفة وغزة وأن قطاع غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية المستقلة التي ينادي بها الجميع، كل ينادي بحل الدولتين، ولكن للأسف لم يقم أحد بأي خطوة باتجاه هذا الحل، هي فقط مجرد كلمات ومجرد عبارات تصدر هنا وهناك وتكتب في بيانات عديدة جدا، الأمر يعني هذا الواقع لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. نعم، نشكرك شكرا جزيلا. من طول كرم الصحفي الفلسطيني السيد معين شديد، وأيضا شكرا جزيلا لضيفنا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني السيد محمود الصيفي.